شكوك كتيرة محتاج ليها ردود. أنا من حقي أفكر وأسأل من غير حدود. مش قادر ألغي عقلي ولا قادر أخبيه، ده في كلمتك يا ربي حاجات محتاجة نور، حاجات محتاجة نور. حقك تسأل. اهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا اتقابل معاك النهارده في حلقه جديده من حلقات البرنامج اليومي حقك تسال. متعودين نستقبل اسئله كثيره حول الايمان المسيحي والكتاب المقدس. تعال نشوف مع بعض سؤال حلقه اليوم ماذا يقول. مره المسيح قال ان انا والاب واحد، وفي مره تاني قال انه الاب اعظم مني. هو ده كده يعني ضد بعض؟ يعني ايه الاب اعظم مني؟ ما معنى قول المسيح أبي أعظم مني؟ ده اللي نعرفه مع بعض بعد الفاصل. سؤال حلقة النهاردة بيقف في أذهان البعض عندما يقرؤون النص الكتابي الوارد في إنجيل يوحنا أصح 14 وبالتحديد من عدد 27. يقول: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سمعتم أني قلت لكم أنا أذهب ثم آتي إليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني قلت أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. الحقيقة العبارة ديت ربما تكون صادمة للبعض الذي يتوقف عند تصريحات المسيح عن ألوهيته وعن معادلته للآب والروح القدس. فمرة ومرات المسيح يقول أنا في الآب والآب فيا، ومرة ومرات المسيح يقول أنا والآب واحد، ومرة ومرات الرسل يشهدون عن المسيح ومساواته للآب والروح القدس الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، أي لم يحسب كونه معادلا لله أمرا قد اختلسه. إذن ما معنى قول المسيح أبي أعظم مني؟ ويمكن العبارة ديت بيستند عليها أضداد الكتاب وأعداء الكتاب، شهود يهوى ومن هم على شاكلتهم، ويقولوا المسيح أقل من الله، المسيح مش هو الله. خلونا نتفق مع بعض إن المسيح تبارك اسمه الله الظاهر في الجسد، أي أن المسيح في ذاته يحمل الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية. يعني كم في المية الله وكم في المية إنسان؟ 100% الله 100% إنسان بدون خطية. فلما يقول مرة ومرات أنا والأب واحد، يبقى بيشير إلى طبيعته الإلهية، فهو في اللاهوت معادل للآب ومساو للآب والروح القدس. لما يقول أنا في الآب والآب فيا، لما يقول منذ وجوده أنا هناك، كل هذا يشير إلى الطبيعة اللاهوتية للمسيح، ألوهية المسيح. والمسيح صرح عن ألوهيته بأقواله وأسمائه وأعماله وصفاته، ويحتاج المجال إلى كثير من الوقت لنتكلم عن تصريحات المسيح بفمه للشهادة عن ألوهيته. لكن المرات اللي بيقول فيها المسيح إن أبي أعظم مني لا يتكلم عن مركزه في اللاهوت، لكن يتكلم عن مكان اتضاعه في الناسوت. فهو الذي ارتضى أن يأخذ صورة عبد، وهو كالعبد وهو كالإنسان حتما يقول إن أبي أعظم مني، حتما يقول لله أنا مجدتك على الأرض. وناخد بالنا أن المسيح في إنجيل يوحنا وبالتحديد في أصح 13 إلى أصح السابق للجزء اللي أنا قريت منه، كان بيتكلم على إرساليته من قبل الله ودخوله إلى العالم ثم خروجه من العالم ورجوعه مرة أخرى إلى الله. فيقول لنا مثلا في يوحنا 13: يسوع وهو عالم أنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي. خدوا بالكم من الفعل خرج ويمضي. خرج تلخص لنا يوحنا، إنجيل يوحنا من أصح 1 إلى أصح 12: من عند الله خرج، أي أن المسيح خرج من عند الله
وصل إلى العالم آخذا صورة عبد، عاش في العالم فقير، خدم الناس، خدم مشيئة الله، ثم سيذهب إلى الصليب. لماذا سيذهب إلى الصليب؟ ليخرج من العالم عبر الصليب. مش زي ما البعض قال إنه مش هيموت، مش زي ما البعض قال إنه ما ماتش على الصليب، لا، سيخرج من العالم مرورا بالصليب ثم القيامة والصعود. يبقى من عند الله خرج، ده بيقول لنا عنه في يوحنا من 1-12، لكن من 13 إلى نهاية إنجيل يوحنا إلى الله يمضي. والسؤال لما يقول خرج من عند الله ويمضي من الأرض إلى الله، هو يتكلم عن طبيعته الإنسانية. فالذي يخرج ويمضي ويدخل، الذي له ماضي وحاضر ومستقبل، هو الإنسان يسوع المسيح، الطبيعة الناسوتية. لكن الطبيعة الإلهية اللاهوتية لا تتعلق بالزمن ولا بأفعال، فهو أزلي أبدي، الماضي والحاضر والمستقبل حاضر أمامه دائما. مرة تاني نقول، لما المسيح يقول أبي أعظم مني، على طول نفهمها من قول المسيح لأني ماض إلى أبي. يعني إيه؟ بما أن همضي إلى أبي، يعني هترك العالم وأمضي إلى الآب، فهو يتكلم عن طبيعته الناسوتية الإنسانية. فالذي سيمضي إلى الآب سيموت ويقوم ويصعد هو الناسوت، اللاهوت لا يموت. بما أنه يتكلم عن الناسوت فمركزه في الناسوت الآب أعظم منه. إحنا قدام شخص المسيح، الله بنسبة 100%، إنسان بنسبة 100%، وهنتقابل مع حاجات كتير زي كده. لما يقول الكتاب عنه في يوحنا 4 تعب يسوع من السفر، والكتاب يقول لنا إن الله لا يكل ولا يعيا، هل معنى هذا أن المسيح ليس هو الله؟ إطلاقا، المسيح هو الله الذي لا يكل ولا يعيا، لكن وهو إنسان أخذ مركز الإنسان العبد، يتعب من السفر ويجلس على بئر يعقوب. لما الكتاب يقول لنا عن الله أنه لا ينعس ولا ينام، لكن اتقابل مع المسيح الذي كان نائما في مؤخر السفينة لما اشتدت العاصفة، هل نقول المسيح مش هو الله؟ إطلاقا، اللاهوت لا ينام، لكن المسيح وهو إنسان كامل نفسا وروحا وجسدا كان نائما، نائما من التعب، نائما ثقة في أبيه لا تزعجه الهموم ولا الأمواج. كل ما تلاقي أفعال زي تعبة، زي جاعة، زي عطشة، زي نامة، زي أبي أعظم مني، على طول طبقها على الطبيعة الإنسانية للمسيح. لكن هناك عشرات ومئات المواقف الكتابية والشهادات التي تبرهن عن أن المسيح لم يكن فقط إنسانا، لكنه الله الظاهر في الجسد، فهو الله الذي ظهر في الجسد. أصلي من كل قلب عزيزي المشاهد أن تجد في المسيح مكانا وملاذا. إن كنت لغاية دلوقتي معرفتش من هو المسيح، أطلبه من قلبك، قل له عرفني شخصك. المسيح هو الله الظاهر في الجسد، الذي أكمل عمل الصليب وعمل الفداء، صعد وجلس في عرش أبيه ويقرأ على باب قلبك. اسمع الدعوة وأسرع للفرح واقبل المسيح مخلصا شخصيا لك. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك. عندي شكوك كتير محتاج ليها ردود، أنا من حقي أفكر وأسأل من غير حدود، مش قادر ألغي عقلي ولا قادر أخبي، ده في كلمتك يا ربي حاجات محتاجة نور، حاجات محتاجة نور.